السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. الدرس بتاع النهاردة يا شباب هو الدرس الثاني من دورة تحسين خط الرقعة بالقلم العادي. السؤال بتاعنا النهاردة: ما هي الحروف التي تهبط عن السطر؟ اللي عايزين نعرف في البداية السطور بتكون عبارة عن إيه؟ ده لو هنسميه سطر الأساس، اللي هو السطر اللي في المنتصف ده، وده أعلى ارتفاع أقصى ارتفاع للحرف. يعني حرف مثلا زي حرف الألف مثلا، يعني لو جينا نجيب كده حرف الألف، أقصى ارتفاع للحرف ده هو الجزء ده، وبيهبط أسفل السطر. لا، ما بيهبطش أسفل السطر، يبقى بيرتكز على السطر بالشكل ده. طيب ماشي، الحروف اللي بتهبط أسفل السطر اللي هي عنها بنسأل السؤال ده: ما هي الحروف التي تهبط أسفل السطر؟ لما بتنزل تحت السطر يبقى أقصى نزول للحرف. لو جينا نبص مثلا، ده 1 2 3، السطر اللي في المنتصف ده بنسميه سطر الأساس، والسطر اللي فوق بنسميه أقصى صعود للحرف أو أقصى ارتفاع للحرف، وأسفل اللي هو السطر ده وهو أقصى نزول للحرف. الحروف كلها بترتكز على السطر ده، وبتهبط بعض الحروف، حروف جمعناها في كلمة وهي كلمة جمعه. تعالوا كده نشوف كلمة جمعه. طبعا زي ما قلنا ده في خط إيه؟ في خط الرقعة. في خط النسخ في حروف تانية بتهبط، أو حروف أكثر بتهبط أسفل السطر. يبقى عندنا في خط الرقعة اللي بنتكلم عنه هي مجموعة حروف، وعبارة عن مجموعة حروف. تعالوا نشوف المجموعة حروف دول اللي هم إيه؟ اللي هم جمعناهم في كلمة جمعه، لكن هم مش الجيم والميم والعين والهاء وبس. لأ، الجيم بالتلاتة اللي شبهها، اللي هم الجيم والحاء والخاء بالشكل ده كده، وكذلك حرف الميم وكذلك حرف العين وحرف الغين وحرف الهاء الوسطية اللي بيكون قبلها حرف وبعدها حرف. طيب ماشي، عندنا حرف هاء تانية اللي هي الهاء المنتهية اللي بتكون بالشكل ده، مثلا ثاء مع هاء مثلا. الهاء دي صحيحة بتهبط أسفل السطر بالشكل ده كده، هاء أو تاء مربوطة بالشكل ده كده، تمام، ولكنها شكلها مش ظريف شوية، فاحنا بنقول الهاء الايه؟ الهاء الوسطية. امتى الحروف دي بتهبط أسفل السطر؟ بتهبط أسفل السطر يا أستاذ محمد، بتهبط في جميع حالاتها ولا في حالات معينة؟ طبعا في حالات معينة. أي حرف من الحروف دي احنا طبعا هنخرج حرف الهاء الوسطية اللي بالشكل ده، هنخرجه بعيد عننا خالص، وهنقول الجيم والحاء والخاء والميم والعين والغين في بداية الكلمة وعندما تكون مفرد. يعني هما الحالات اللي قدامنا دي مفردة، الكلمة الواحدة بتيجي أو الحرف الواحد بيجي على 4 أشكال في الكلمة: يا إما مفرد، يا إما في أول الكلمة، يا إما في وسط الكلمة، يا إما في نهاية الكلمة. تمام؟ أنا عايزك تعرف الحاجات ديتي، لأن الحاجات دي هي اللي هتفرق معاك بعد كده وهتكتب بيها باستمرار. في مفرد أو في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة. الحرف بيجي معانا على 4 أشكال.
يبقى حرف الجيم عندما يكون مفرد بيهبط أسفل السطر، يعني بيهبط أسفل السطر هنا وبيهبط أسفل السطر في نهاية الكلمة. في أول الكلمة لا يهبط أسفل السطر، وفي وسط الكلمة لا يهبط أسفل السطر، اللي هم الحروف بتاعت كلمة إيه؟ جمعه، الحروف بتاعت كلمة جمعه. طيب تعال ناخد مثال كده مع بعض، ناخد مثال مع بعض. حرف الجيم عندما يكون مفرد بهذا الشكل، في أول الكلمة جيم مثلا مع كاف، جيم مع كاف، هبطت أسفل السطر؟ لا ما هبطتش، لأن هي إيه؟ قلنا في أول الكلمة لا تهبط أسفل السطر. طيب تعالوا مثلا نقول في نهاية، في وسط الكلمة قبلها مثلا حرف سين مع جيم مع ألف، سجال مثلا، سجال، حرف الجيم هنا برضو في وسط الكلمة لم يهبط، في نهاية الكلمة نقول مثلا ثاء مع جيم مع ياء مع جيم مثلا. يعني مش عايزك تكتب معايا حاجة دلوقتي، تعرف بس شكل الحروف اهو مع بعض هنعرف كل حاجة. يبقى بيهبط، بتهبط الكلم الحروف اللي احنا قلنا عليها الجيم والحاء والخاء والميم والعين والغين والهاء والميم والعين والغين ما عدا الهاء الوسطيه. امتى بيهبطوا اسفل السطر الحروف اللي قدامنا دي؟ 1 2 3 4 5 6 حروف من 7 حروف، 6 حروف دولت بيهبطوا امتى؟ يعني عندما يكون الحرف ده جاء في اخر الكلمه، او عندما يكون ايه؟ او عندما يكون مفرد. يبقى اول الكلمه وفي وسط الكلمة لا يهبط أي من هذه الحروف أسفل سطر الكتابة. لو حرف الجيم أو حرف العين مثلا، حرف العين جه مثلا في أول الكلمة طبعا لا يهبط أسفل سطر الكتابة. تعال ناخد برضو أي مثال، حرف العين مثلا أهو، حرف العين مفرد هبط أسفل السطر، وحرف العين مثلا عادل، حرف العين هنا ايه؟ لم يهبط اسفل السطر. طيب ماشي، حرف العين في وسط الكلمة مثلا حرف سعاد مثلا، اسم سعاد لم يهبط اسفل السطر، بيهبط امتى؟ عندما يكون مفرد او في نهاية الكلمة. مثلا حرف السين مع العين مثلا، يعني هنا هبط أسفل السطر. يبقى عايزين نعرف في الدرس بتاع النهاردة الحروف اللي بتهبط أسفل سطر الكتابة، والحروف التي ترتكز على سطر الكتابة والتي لا تهبط أسفل سطر الكتابة. يبقى عندنا حروف كلمة جمعه، لازم نحفظ الكلام ده كويس جدا علشان هيبني عليه للحلقات اللي بعد كده. حروف كلمة جمعه اللي هي الجيم والحاء والخاء والميم والعين والغين والهاء الوسطية. طيب ينزلوا أنت يا أستاذ محمد أسفل سطر الكتابة عندما يأتوا مفردين، يعني الحرف يجي مفرد أو يأتي في نهاية الكلمة. بكده تكون انتهت حلقتنا، أتمنى أي حد شاهد الحلقة للنهاية إنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان توصلوا فيديوهاتنا اللي بيها يقدر يحسن خطه معانا بسهولة. كان معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب، مع السلامة.